نشوف الشخصيات في عندي مع حتى من خلالها بنشوف انا وياكي سالي شخصيات نسائيه. اوكي اوكي بتقولي لي اذا هالشخصيه للامراه كنتي انت فيها او عشتي هالمرحله. اوكي رح نبتدي بالصوره الاولى. بصي معي هناك انا حره دي ابويا دائما بيقول لي انت عامله زيها انه مش عايزها هبل بس لا ما عشتش زيها تشبه يعني. هي كانت اوفر شوي يعني انا مع متمرده على الاخر متمرده بزياده ومش صح اخذاني الحق حرفه يعني انا ما ينفعش تشذي عن القاعده او تبقي مختلفه عن المجتمع للدرجه دي لا اوكي ما كنتش هبقى زيها. طيب شادية شيء من الخوف؟ لا فاكره الفيلم؟ مش فاكره قوي بس بتحب حد عنده ماضي اجرامي داخل عصابه عرفتي يعني عندها هالتضحيات وبتضلها تحاول انه تخليه يترك اللي هو فيه تتكون هي وياه يعني مضحيه للاخر انت هيك؟ كان ممكن اعمل كده لو حبيت يعني مش هيهمني حد مش هيهمني مجتمع لو انا وثقت فيه واثقه ان الماضي ده هيتغير مش كل واحد هيتحاسب عشان ماضي لا ممكن اللي بعدها داليا البحيري في اطلعه اطلع منه عشان بيشخر هو نايم معقول؟ لا معقول؟ مش اوبشن يعني لا جربت ما عندي فكره ما عندي فكره لا ما تقوليش عن حاجه ما جربتها بس لا ما يعني عندنا لا ما اذا كان احنا لما نكون تعبانين ممكن ونايمين ممكن اشخر وانا نايم عادي هيطلقني يعني معقول؟ يعني انا في العادي بنام ما بتطلعليش صوت وما تقلبش بس ممكن لا معقول هيبقى بالهيافه دي بس ما ممكن تطلقي حدا لانه بيشخر لا على ابو إيه؟ عيالي وبتاع وكوارث كده لا ولا اخلعه حتى لو ابو عيالي يعمل عمليه يلاقي علاج بيمشي اعمل عمليه يا حبيبي نام في اوضه ثانيه يا بابا نام في اوضه ثانيه ونشوف قبل بعض الصبح يلا الحاله اللي بعدها الشخصيه اللي بعدها النضاره السوداء لناديا لطفي كذا حد قال لي انه كانت بالذات مديرتي كانت تقول لي كده ان انا شبهها بس انا لا مش ما شفتش كده خالص لانه في الاخر طلع ما يستاهلش يعني هي اتغيرت جدا وهي حتى شخصيه متشائمه جدا يعني يمكن الظروف اللي مرت فيها خلتها تصير بهالكاركتر بهالشخصيه يعني انا بشوف حاجه هي عشان كمان ما كانتش قريبه من اهل بيتها انا بشوف ان صعب انك تحبي حد طول ما انت قريبه من اهل بيتك. اوكي اخر شخصيه معنا الساده رجال لا معلي زي ما اعتقدش لا خالص لا 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 هل ممكن؟ لا خالص خالص ولا واحده نو ما يحصلش يعني لا انا 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 اعشق كوني انثى انا ما كنتش عايزه ابقى حاجه غير ست انه بنت بنت دي تحط رجل على رجل تجيلها الدنيا سالي لو صار لك ليوم واحد تكوني راجل مش هارده هتعملي ايه فيه؟ مش هارده ابدا لو صار لك ممكن اقعد مع الرجاله اللي احنا نعرفها يعني واحد متجوز صاحبتي ابويا الناس دي اشعر بتعملوا ايه او بتتكلموا بايه عندك حسيه تعرفي شو بيحكوا لا عايزه اعرف الوجه الاخر اللي ما بيبانش اللي الرجاله يعني مثلا تلاقي الراجل مثلا تقول ده حنين قوي ده طيب قوي ما انتش ما تعرفيش حاجه طب انا عايزه اعرف حاجه يعني انا عايزه اعرف بتفكروا في ايه بس عمرك ما هتعرفي بس ان انا ابقى راجل عمري ما تمنيت لان احنا عندنا في العيله الست احسن من 100 راجل يعني انا كنت اخد فلوس اكتر من اخويا انا اسافر وقت ما انا عايزه انا كلية مطلق الحريه اكتر لانه امي ما اتربت انه الراجل اهم فعوضت انه دلوقتي الست اهم يعني بنت انا البنت بتجيلي الدنيا عمري ما اتمنى اكون راجل في احلى من هيك بنت وهيك ست يا روحي رح نحكي عن الراجل اكتر مع سالي عبد السلام بعد الوقفه الاعلانيه بمجرد دخول على الاستوديو هلا رح نكمل اكثر واكثر مع سالي ولكن رح نحكي بشق اخر شق الرجل اكثر رح منفصله بدك نقطعه نقطعه حتت ونحطه في اكياس لا حرام مش قد كده ايوه مش قوي كده سالي كان عندك برنامج على الاذاعه اسمه جمعيه المراه المتوحشه كانت فقره في البرنامج طيب. كان اسمه طلقه عن طريق كان اسمه جمعيه المراه المتوحشه اوكي انت فكرتي تعملي هيك جمعيه حقيقيه على الارض تكون موجوده نفسي نفسي ايه لانه مين في ستات غلابه لقلها. مين بينتسب لها لهالجمعيه؟ اللي متجوزه راجل ما بيصرفش اللي هي حلقه زي ما عملناها في المتوحشه لنطع ابن امه اللي مامته ما عرف ما هو برضه انت بتتخانقي مع ست في الاخر خلي بالك ما هو التربيه الوحشه جت من ست اللي بتتضرب اللي بيشرب مخدرات المش حنين
اللي يروح يتجوز عليها ويقول لك اصل هي مش مكفياني او اصل هي مش مدياني حقوقي وهي مش طايقاك، دول اخدهم معايا جدا طبعا. يعني اي ست مظلومه ويلكم. وين مقر وين مقر الجمعيه اللي بتكون؟ جابلين في الحيوانات. انت عارفه انا عندي محميه طبيعيه على الفيسبوك، يعني انا عامله الناس شبهي كده اللي هم بتوع البوزيتيف فايبس، الناس اللي هي النظيفه من جوه الحلوه دي، عاملين محميه طبيعيه عشان نكتر. اخدهم معايا المحميه الطبيعيه بتاعتي. اي خليها يكون مقره هونيك، محميه طبيعيه مقره هونيك. حاجه في الصحراء. الرجل اليوم كيف بتوصفيه سالي؟ رجل اليوم قبل ما نحكي عن رجل امس، رجل اليوم كيف هو؟ كيف مواصفاته؟ كيف صار الرجل اليوم؟ مش هقول الاغلبيه، بس هقول ان في كتير منهم نسي ان هو راجل. اللبس ما بقاش لبس راجل. لبس ايه؟ البنطلونات السكيني وبتاع معقول؟ معقول يعني نلبس يعني. طب سبت ايه للليجنجز بتاع البنات؟ التسريحات بتاعت الشعر شبه فرشة، يعني فرشة الفاونديشن، فاهمة ان هو موقف شعره فيه ايه يا حبيبي؟ مالك يا بابا مين كهربك؟ فاهمة ان هو ليه بيبي كده؟ اللي هو لا، في كوارث اللي يعملوا شعرهم الوان وحاجات كده. انا ماليش في الراجل ده، انا احب الراجل الشرقي، راجل راكز، هيبة، وبصفاته شيك. وبصفاته اختلف عن رجال الامس؟ كيف نسي. كان رجل امبارح على رجل اليوم؟ كيف شو بالاختلاف؟ لا بصي، زمان كان برضه سي السيد، يعني ما كنتش مع سي السيد. انا مع الراجل الحنين، الراجل اللي يطبطب عليكي، الراجل اللي يبقى ظهرك، اللي يبقى ظلك فعلا، هو ظل راجل، هو انت ظلي، انت ظهري، انت كل حاجه، سند. دلوقتي في رجاله كتير جدا نسيت ان هي رجاله، يعني لما تيجي تطلبيه انه مثلا هات لي عيش فاهمة؟ طب العيال هتاكل ايه؟ اخرجهم كده على اللحم بطنهم يا حبيبي. ليه ما جبتيش؟ ليه يا بابا كده؟ خد الزباله وانت نازل. يا حبيبي طب اعمل ايه؟ معقول انزلها انا طيب واطلع البس الاسدال وانزل ايه؟ فاهمة؟ لا، في حاجات كتير قوي مثلا تطلبيها، تعالى ودي العيال التمرين. ما توديهم انت، انا عندي ماتش بلاي ستيشن مهم جدا، معقول؟ معقول ماتش بلاي ستيشن؟ يعني قبل كان الرجل يهتم بواجباته الزوجيه والعائليه، ينزل معاهم يجيب لبس العيد وينزل معاهم يهتم بالعيد وياخد عياله ويصلوا العيد ويصلوا الجمعه سوا، وكانوا بيعملوا حاجات حلوه جدا، كان في سفره بتجمعهم. دلوقتي انا مش شايفه الكلام ده، يعني ما فيش ولا واحده من صحابي اتجوزت جوازه اقول يا ريتني يا رب اخد زيها، ولا واحده. لا، ولا واحده، ولا واحده من اللي حواليا كلهم، فيش واحده اتجوزت راجل اقول يا رب اديني نصه، يا رب اديهولي، ما لقيتش. تقولي الحمد لله. اقول الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. والله ابتلاكي انا الحمد لله عافاني. مفيش. مع انه كان عندك تجربتين. اتخطبت مرتين. اتخطبت مرتين. ده عن قهر، خلي بالك، يعني انا ابويا ما كانش موافق مثلا، مامي معايا في اي حاجه، مامي حبيبتي، مامي انا عايزه اتخطب ونلبس الفستان وننزل نتصور يلا يا راح. اخويا هو دايما معارض، يعني اخويا اي حد هيتجوز سالي هو هيكرهه، عارفه اللي هو الناس ما حدش ياخد اختي. يعني فاهم، مش من حلاوتها طبعا كمان. في هيدا الحب. انا حاسك مش مقتنعه، احنا على طول كده على طول الخطوه. فقلت له طيب اوكي، الخطوبه كمان اسبوعين، عاملاها في اوتيل كذا كذا، كلمت اصحابك وعزمتهم وان شاء الله كلنا رايحين. قال لي نعم. قلت له والله زي ما بقول لك. قال لي قلت لك خدي وقتك وفكري. قلت له انا خدت وقتي وفكرت. فبعدها باسبوعين ربي انا فكرت وندمانه. قال لي انا مش عايزه اهبل. قلت له والله العظيم انا ما حرام عليكي، انت فضحتيني. قلت له فضحتك وانا بعمل حاجه حرام؟ انا بعمل حاجه غلط؟ وبابي انا عندي اصحاب قعدوا 5 مرات بيتخطبوا واتجوزوا في الاخر. يعني الا ما يطلع على فمه ويرمي. لو انت عايزه تبقي زيهم. ايوه ممكن ابقى زيهم، محدش عارف. انا في كام فستان عاجبيني عاوزه البس. عايزه البس خطوبه انا عايزه. بعدين بتنزل في كل المجلات يا راغده، بتتكتب في كل المجلات. طبعا طبعا طبعا. بتاخدي العين من هنا تقعدي بقى تعيطي من هنا. طب يا سالي، ليه ما كملت فيهم؟ ايه كانت الاسباب؟ الخطوبه الاولى والخطوبه الثانيه ما حسيتش خالص. يعني بصي، الخطوبه بتغير والجواز بيغير، بس الجواز بتبقي لبستي. يعني الجواز انا كتبت كتاب فهفكر 1000 مرة قبل ما ابقى مطلقه. لكن ان انا مخطوبه ففسخت، لا عادي. بتلاقي ان كل حاجه اتغيرت، يعني انا ما كانش زي ما كان ولا حاجه. بس انت بعدك مرحله الخطوبه هي بفهمها اكثر شيء النساء بقلوها بعد الزواج، اتغير بعد 5 اشهر 6 اشهر. ما هو الخطوبه بتخليكي تعرفي الاهل اكثر، بتخشي البيت اكثر. مشاكل مع الاهل يعني، مش انا ما بلحقش اعمل مشاكل. ما بلحقش. يعني انا انت بتتفرجي على كل بيت، لو البيت مش شبهكم مش هتعرفي تتعاملي. يعني في كذا بيت، في مثلا من بيوت صحابي هم شبهنا، فبعرف اتعامل، عارفه الثقافه ماشيه ازاي. الراجل كلمته بتمشي، مش كلمه معرفش مين. في حاجات كتير قوي تبقى كده، فاهمه؟ مش ان الام دايما معارضه في كل حاجه او تتدخل في كل حاجه، لا. وتلاقي ان في طباع بقى بدات تظهر، تعالى اعمل كذا، لا مش قادر. الاول بقى بيعمل لك ان هو ما حصلش بقى، الجنتل بقى كلميه الساعه 6 الصبح يلا ننزل، فاهمه؟ اللي هو دلوقتي لا، طب انا عندي شغل مثلا، تعالى روحني عشان مفيش درايفر، مفيش حد يوصلني، مفيش سواق، مش عارف ايه.
اتصرفي. مش انت قلتي عايزه تروحي تشتغلي متاخر كده؟ اه الله. لا ده ما كانش ما حصلش ده الاول. اطلع من دول. فبتلاقي انه لا انا عامله في نفسي كده ليه؟ لما احنا لسه على البر بتفكري بتصلي استخاره؟ تقولي لا. مع اني كنت مصليه قبلها، ويمكن انا ما اعرفش ليه ربنا خلاني اعمل كده، يمكن عشان اتعلم.